السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وبخير، يسعد الله اوقاتكم حبايب قلبي بكل خير. معنا استخارة بالقرآن الكريم لمجموعتين، نبدأ بالمجموعة الأولى ثم بعد القراءة والاستخارة للمجموعة الأولى هنبدأ بالمجموعة الثانية. أتمنى من أحبابنا في الله يدعموا الفيديو باللايك، وإن كنت لم تشترك في القناة يشرفنا اشتراكك في القناة وفعل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد. وعلاج السحر، إن كنت بتعاني من علاج السحر أو من علاج التعطيل أو من تابعها آخر الفيديو هسيب لكم العلاج بإذن الله تعالى. الاستخارة الأولى حرف الألف والباء والتاء ثم الساء والجيم والحاء والخاء والدال والزال والره والزين والسين والشين والصاد، هذا الاستخارة الأولى. نبدأ ببسم الله الرحمن الرحيم. أصحاب الاستخارة الأولى ادعموا الفيديو باللايك فضلا وليس أمرا. بسم الله الكاشف، سورة الحاقة، بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق. أصحاب المجموعة الأولى، أنا شايف عندكم أن أنتم يعني محتاجين تبعدوا عن فئة معينة من الأشخاص اللي حواليك، لأنها أشخاص يعني متعددة الوشوش، يعني هذا الأشخاص دي متعددة الوشوش، أنتم مش مرتاحين ولا قلبك مرتاح. شايفك هتسامح شخص من أصحاب هذا الأحرف، شايف أن أنت هتسامح شخص رغم عيوبه الكثيرة، رغم يعني عيوبه الكثيرة معاك، وفي عندك الفترة دي شخص شايفه يعني هيقلب وشه عليك في كلام، بس أنت هنا هتصبر وهتستحمل لأنك محتاجه او محتاج تكون يعني معاه بهذا الفترة. وشايف كمان هنا عندك يعني شايفك في شخص قد يعني حاول او محاول يسرق، بيحاول يسرق فرحتك من بعيد لبعيد، ولكن رب العالمين هينصرك عليه. شايفك هنا قاعد بينك وبين شخص شايف بتحط فيها كل شروطك، وهتطلع من القعدة دي من القعدة بكلام يعني حاضر ونعم، بس على ما هذا الشخص يعني دور ظهره عنك اتنسى كل الكلام اللي دار ما بينكم. احذر من شخص بيتعامل بالأسحار، احذر من شخص بيتعامل بالأسحار والأعمال، لأن حياتك فيها أذى، فيها أذى، حياتك شايف فيها أذى من هذا الشخص، وفيها يعني شايف عندك يعني وعكة صحية، شايف عندك تعب، شايف عندك ضيق، شايف عندك يعني تعطيل، وشايف عندك هنا يعني المعدة أكتر حالة، هي أكثر شيء هتتعبك الفترة دي أو تعباك المعدة. شايف عندك هنا موضوع يعني موضوع محكمة او موضوع بتخلصه في المحاكم، هاي الموضوع راح يخلص على خير باذن الله تعالى، ويخلص معاك على خير ان شاء الله. بس شايف عندك هنا اشخاص حواليك بتبص عليك وكأن شايفهم يعني بيسألوا عليك عدة اشخاص مقربين منك. شايف عندك يعني هنا في بلوك، شايف البلوك ده ما بينك وما بين حد، او في بلوك عندك بينفك بينك وما بين شخص، بس انت هنا لو انفك، شايفك هنا انت لو انفك بيردع يتعامل والعكس صحيح. شايف ان انت هنا تعرضت لازمات كثيره ورا بعضيه او ورا بعض، وكانك شايفك هنا بتطلب يعني من رب العالمين انه يحررك من امور تعباك، عمال تدعي انك عايز تتحرر من كذا امور او من كذا حاجه تعباك، تعبان مخنوق، شايف كذا حاجة تعباك وعايز تتحرر منه، وعندك ضغط مضغوط، حتى انا شايف يعني شايف لك نفسك يعني طفشت او زهقت من مكان لمكان. احذر هنا من انسانة ارملي، هاي الانسانة ارملي لان لسانها هيكون يعني سليط عليك او مسلط عليك، هتدي لك فرصة وبايدك هتضيعها، هدي لك فرصة وبإيدك هتضيعها. في عندك وحدة ست حامل، الست دي حامل، هيكون في بينكم كياد أو مناقشة عنيفة. شايف هنا مش معناها إنك نفسك تغير الكون بطريقتك، شايف إنك هتغير في
أو عندك تغير في خلال 24 ساعة. في خلال 24 ساعة عندك حاجة هتتنفس معاك، أو في تغير، أو في فرحة جاية لك. وشايف هنا في وحدة، يعني هاي الست دي مش حابة لك الخير، مش حابة لك الخير. شايفك هنا أنت هتشكي وهترفع إيدك لله على شخص، وربنا هيتقبل منك في مبلغ فلوس. شايف المبلغ ده بيوصل لك، وشايف برضو عندك سفر، السفر ده قريب، السفر قريب، بس احذر من الأبراج الهوائية، احذر من أبراج هوائية، لأن شايف هنا هتتعرض منهم لمشاكل، مشاكل علاقتك مع الشريك. وشايف هنا هتردع تستقر وأحسن من قبل بإذن الله تعالى. صلي على الحبيب المصطفى وادعم الفيديو باللايك أحبابي في الله. شايف عندك هنا، أنا شايفك إن أنت أو أنت محتاجة تبعد عن السلبيات، محتاجة تبعد أو محتاجة تبعد عن السلبيات اللي موجودة في حياتك، أو شايفك عندك أو مكسرة عليك. شايفك هنا بشكل يومي أنت مفتقد الفرحة، يعني مفتقد الفرحة، وافتقدت اللي هذا للفرحة، يعني افتقاد هي مسبب ليك المتاعب النفسية. شايف عندك هنا، يعني بقول لك ليك، يعني بقدرة رب العالمين عندك الفرحة وعندك السعادة، الفرحة والسعادة الأيام القادمة. وأنت يعني هنا بذكاء هتقدر تبعد عن أي مناقشات توقعك، أي مناقشات توقعك في مشاكل أنت بغنى عنها، أنت بغنى عنها. الحظ هينفتح معاك قريبا، وكأني شايفك يعني هتقدر تخرج من التقيد والتكتيف اللي انت فيه، ان انت مقيد ومكتف ومحتار 24 ساعة بتفكر قاعد في حيرة. كل ده هتقدر وهتخرج من التقيد والتكتف اللي انت فيه. شايفك اللي انت هنا موجود، يعني شايف في انسانة مقربة منك. هاي الانسانة دي مقربة منك، يعني بتتكلم في ظهرك، بتتكلم في ظهرك بالباطل، بالسوء، كلام ليس فيك. بس واحذر من الاستغلال العاطفي، احذر من الاستغلال العاطفي لا شايف هنا، لانك هتتعرض له، وفي عندك مشكلة مع احد المقربين، وما بينك وما بين نفسك بتحس بظلم، ولكن من كرم ربنا عليك بينصرك عليهم. شايف شخص هنا، الشخص ده يعني هيحاول يردع ياخذ مكانه من جديد لقلبك. هذا الشخص بيحاول او عايز يردع ياخذ مكانه في قلبك من جديد. اللهم صل على سيدنا محمد. بس انا شايفك هنا، بس انت هترفض، هترفض، شايفك هترفض رجوع لي مرة ثانية. الفترة دي عندك هنا تعب، شايف عندك تعب في الأسنان، يعني وشايفك هتبدأ تجمل، يعني أو تجمل أمور أو تعمل حاجات، يعني شايف عندك في شكلك هتتغير، شايف عندك تغير. شايفك هتتعرف هنا على أشخاص، على أو على شخص، لأ شخص، العادات والتقاليد متغير على عاداتك، يعني هو متغير على عاداتك وتقاليدك. بس احذر من النميمة والفتنة، احذر من النميمة والفتنة. شايف هنا يعني اللي ممكن تكون دايرة حواليك في مشكلة مع شخصيا هتكون انت طرف فيهم. شايف هنا بيدعوك للإيجابيات، أفكارك السلبية ملهاش أي وجود في الحقيقة. شايف هنا وهدية، في هدية غالية بتجي لك. شايفك هنا بتقعد مع شخص ليه مكانة كويسة وبتقدر مكانته الاجتماعية. شايف هنا خصام بينك وما بين شخصيا، يعني هي أو ما بينك وما بين شخص، ما بينك وما بين شخص مقرب بتنحل،
في خصامة ما بينك وما بين شخص مقرب بينحل على خير. وشايف هنا، وشايف هنا إنسانة أو إنسانة خميرة أو شكلها قمحاوي أو خميرة البشرة وشعرها مجعد، يا ريت تحذروا منهم، يا ريت تحذروا منهم. شايف النجاح حليفك الفترة اللي جاية، وشايف هنا والحبيب محتاج لوقفتك معاه. هاي القراءة أحبابي عامة وليست خاصة، فخد اللي يناسبك منها، خد القراءة اللي يناسبك منها. صلى على الحبيب المصطفى. شايف هنا المشكلة دي تنحل، صلى على الحبيب. وشايف هنا الحبيب يعني محتاج لوقفتك معاه. شايف هنا اتنين اوقات، وشايفكم هنا وبتتعامل مع شخص مش بتكون مرتاح معاه في الكلام. وشايف هنا ورجل متزوج عيونه هتكون زايغة عليك، خلي بالك عشان في رجل، او خلي بالك عشان في رجل هتكون عيونه زايغة عليك. شايفك هنا انت محتاج يعني تعطي نفسك وقت من الراحة والاسترخاء، عقلك الفترة دي شايف زايد في التفكير، شايف عندك امور وحواديت ما كنتش متوقع تسمعها، هتسمعها الفترة اللي جاية بقدرة رب العالمين. هينصرك في كتير امور حواليك، انت فقط فيها يعني الامل، بس الامل عند رب العالمين موجود جواك. شايف عندك صراع داخلي ما بين، يعني شايفك ما بين تنسحب من اشخاص بيوقعوك في فتنة، وما بين انك مستني الوقت علشان تعرف تأخذ حقك. الوضع المادي عندك هنا اللي جاي رايح، قد يعني ما بتجري على لقمة عيشك، قد ما انا شايف ان عندك مسؤوليات كثيرة زادت عليك. شايفك هنا لما يعني بنحتاج الحاجة بتطلب من الله ان يعطيها ليك. شايف هنا، ولكن هنا انت يعني مش يعني شايفك عندك في مقابلة عاطفية، شايف في مقابلة عاطفية بتتحدد فيها مسيرة يعني امور معلقة بينك وما بين شخص. شايف انها تسمع كلام او هتسمع من شخص كلام بيزعلك لجردة كبيرة. وشايف هنا وفي عتبة البيت هتقابل النميمة اللي قلت لك احذر من النميمة والفتنة. شايفك هنا هتقابل عندك في عتبة البيت هتقابل النميمة والفتنة. اتنين اوقات وبيحصل بينك وما بين شخصين مشكلة، بس ربنا بيقف معاك. شايف شخص من طبعه الكذب والفتنة، وكلامه معاك لا يقدم ولا يؤخر. انت هنا تعبان كثير وقلبك واجعك، ولكن الفترة اللي جاية السعادة مستنياك. عندك مناسبة حلوة بتحضرها، وعندك شخص بيشفي من تعب صحي، شخص عزيز على قلبك تعبان، مرض عنده، مرض صحي. شايفك ان انت محتاجه، او محتاج يعني محتاجك تكون عندك الصبر، الصبر على قد يعني امورك. وشايف هنا كتير احداث بتحصل معاك حتى تتجاوز المرحلة دي بدون قلق وارهاق. شايف هنا في شخص حبيب او شخص عزيز على قلبك او حبيبك هيكون معاك في الوضع توتر ومتطلبات هتكون كتيرة الفترة دي. شايف هنا إنسانة رقبتها طويلة هتدخل بينك وما بين شخص في كلام، وهتصير الجدل بينكم. شايفك هنا متوزع عليك شخص يعني إنه يتدسس عليك في كل أمورك. عندك تعب صداع والمعدة الفترة دي، عندك من السحر كما قلنا مسيطر شوية، السحر هو تعبك شوية، عملك شوية تعطيل وشوية عراقيل، حتى الحسد مش سايبينك في حالك، حاسدينك على
فرحتك، على ابتسامتك، مع انك بتساعد ناس كتير، بتعمل حاجات كتير، بتعمل خير كتير، بتساعد مع ناس ما تستاهلش الوقفة معاها، ما تستاهلش انك تساعدها. شافك عندك هنا تبرير لأشخاص عن يعني عفوياتك في كلام، وأنا بقول ليك يعني هنا ما تبررش لأشخاص لا وجود في حياتهم منفعة ولا وجودهم في حياتك منفعة. اللي يصدق يصدق، واللي ما يصدقش ما تحلفش، ما تحلفش إنه يصدق، وما تبررش نفسك كتير. انت قول الحقيقة، لان انا شايفك يعني بتحلف لناس او عشان تبرر نفسك انهم يصدقوك. هم كده كده لا وجود في حياتك ولا وجود في حياتهم، فاتركهم، اعمل اللي عليك، قول انا ما حصلش مني هكذا او ما عملتش هكذا، صدقوا صدقوا، ما صدقوش اتركهم براحتهم، لان لا وجود في حياتهم منفع اصلا. شايف هنا بقول لك عندك شخص، شايف الشخص ده هيخنقك، شايفه من طريقة يعني حديثه معاك. الفترة دي هتعاني بحالة عاطفية غير مستقرة. شايف هنا يعني بقول لك ظروفك المادية فيها تقلبات، ولكن الفترة اللي جاية الوضع المادي معاك هيتحسن، هيتحسن. عندك هنا اشخاص هتاخذ منك موقف بسبب الغيرة، واحذر الفترة دي من الخلافات العائلية او الخلافات العائلية. اشخاص حاسدينك، قلت لك الحسد، اشخاص حاسدينك لدرجة كبيرة، وانا شايف عندك هنا يعني النصر من رب العالمين. شايف شخص هنا هيظلمك او ظلمك، شايف هيظلمك في كلام هيقوله عليك. وعندك شخص مهم كان ليه معزة جوه قلبك، ان شايف هنا يعني انك متردد تاخذ خطوة اتجاهه. شايف هنا مكالمة تليفون او رسالة هتجي لك، مكالمة تليفون او رسالة شايفها هتجي لك، بس هنا هتبص فيها ومش هترد، هتبص فيها ومش هترد عليها. وفي عندك وحدة ست تصرفاتها معاك هتكون مش عاجباك، وفي نفس ذات الوقت مش هتكون قادر تتكلم او تعبر. شايف فرصة سفر جيالك، واحذر من التجسس عليك، احذر من التجسس عليك من اشخاص حواليك هدفهم يعني هدفهم منك انهم يوقعوك او يخرجوك عن شعورك. رب العالمين هيقف معاك في موضوع خصام او مشكلة مع حد. شايف انت هنا شخص معاطي كتير، واقف يعني واقف عطاك زايد عن اللازم. في عندك يعني موضوع هنا في محكمة او قضية عليك بس هتربحها، انت اللي كسبان. قضية ورث، قضية وراث، حد ما عايزش يديك ورثك، ما عايزش يديك مالك، ما عايز ياخد منك حاجة، لان في قضية خصوص فلوس او خصوص مال، انت اللي كسبان، هو تاخذ حقك لانه هو حقك انت، بس الشخص الثاني مفتري او ظالم او حابب ياخد الحاجة دي منك، ياخد ورثك او ياخد ميراثك، لانه هو مؤذي مش كويس، حابب يعني ياخذ حقك، هو حقك انت بس حابب ياخده. شايف عندك بشرة وفرحة كبيرة، يعني خلاص هانت، وعندك استقرار. شايفك عندك هنا اطمئنان على شخص، والفك قرب باذن الله تعالى. شايفك عندك تحقق امنية، والامنية دي غالية على قلبك. عندك تغير عتبة وتخلص وراء أوراق، الأوراق هتخلص اللي قلت لك عليها من جهة الحكومة أو الحكومية. في زعل جواك، شايفك زعلان أو حزين. شايفك هنا لأنك محتاج مبلغ مادي، ولكن هتقدر تجيبه بفضل ربنا، هتقدر تجيب هاي المبلغ المالي.
عندك القدرة انك تجيبه. شايفك انها تكتشف في اكتشاف امور او يعني امور وحقائق حواليك، نقدر نقول عن وحدة ست وانت هتكتشفها او انت اكتشفتها، هي اللي سحراك، هي اللي اذاك، هي اللي مش حبالك الخير، وانت عرفتها او هتعرفها وهتكتشفها باذن الله تعالى. شايف ندمك بيلمع في مجال عملك، عندك وظيفة او زيادة ربح في المال، شايف عندك مشروع هتدخل فيه شريك مع حد، شايف ما بينك وما بين حد داعم او هتدخل شريك ما بينك وما بين حد فيه نجاح باذن الله تعالى، عندك نجاح وعندك ربح فيه وعندك عرض مغري بعد يعني اسبوع، اوعى ترفضه، اقبله اقبله. شايف عندك هنا في حد حبيته وفرحت بوجوده، انت حبيته وفرحت بوجوده بس طلع مش كويس، طلع انسان خبيث، طلع انسان سيء، طلع خاين، ان شاء الله تتعوض بالاحسن منه. وكما قلت عندك هنا شايف في مكالمة او رسالة هتدي لك يعني من شخص، يعني الشخص ده غايب عنك يعني بقاله فترة طويلة. عندك هنا امور هتكون مثيرة ليك، عندك هتنجح، عندك نجاح وربنا هيرضيك، عندك رجوع حق ليك، خلاص عندك انهاء شر واعلان نصر، اعلان نصر على اللي ظلموك واعلان نصر على الاحزان للمبتعدين. شايف هنا انت منتظر عودة للحبيب، شايف في شخص حبيته في علاقة سرية او علاقة ثالثة، في شخص حبيته في علاقة سرية او علاقة ثالثة. شايفك هنا دخول البعض منكم مع شخص في علاقة حب، وهذا الشخص يبادلك نفس الشعور. البعض هنا شايف ظهور اشياء الغريبة في جسدك اللي قلنا عليها، والست هي دي اللي ازياك برضه عشان بتظهر قدامي الحروف اللي في جسدك والخدوش، هذا بتظهر من السحر. في شخص في حياتك او اشخاص برضه مش شخص واحد، ده كذا ست او كذا وحدة او كذا شخص في حياتك يعني نسيوا اصلهم وبيتعالوا عليك، ولكن في مواجهة مواجهة حادة ونصر ليك من الله، في عندك نصر، في رجوع شخص انت بتحبه روحك متعلقة بيه رح يرجع ليك، في انتصار هنا على الطرف الثالث، في انتصار على الطرف الثالث رح تنتصر. في اشخاص حواليك بيحاولوا يمسكوا عليك غلطة، واقفين ليك على الوحدة ولكن انت كايد اعدائك، وللبعض منكم اكتشاف اسرار وشخص بيخونك مع اقرب الناس، وهتتحرر من القيود او هتتحرر من علاقة سامة. شايف شخص بيتلاعب بمشاعرك، والبعض هنا شايف شخص خلي بالك منه مش كويس، رغبته ان يسحب منك مال. شايف ان المنفصلين الشريك خذلك وكسر قلبك بدون عتاب او لوم وراح او رحل للطرف الثاني، للطرف الثاني. في فك سحر تفرقة، في فك سحر تفرقة، شايف عندك فك السحر وشايف في رجوع بإذن الله تعالى، وشايف في فرحة في أرض بيتك، في فرحة في أرض بيتك ونصرة على الحزن بإذن الله تعالى. شايف عندك نقلة من مكان لمكان، رح تنقل، رح تشتري مسكن او هتشتري منزل او هتجدد منزل، في نقلة فيه الراحة ليك وفيه السعادة بإذن الله تعالى. صلي على الحبيب المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام، اللهم بشرني بما أنتظر منك وأنت خير المبشرين كله. تمت قراءة الاستخارة الأولى أحبابنا أصحاب هاي الاستخارة الأولى، فضلا وليس أمرا ندعم الفيديو باللايك، ويشرفنا اشتراككم في القناة وانزلوا في التعليقات صلوا على الحبيب المصطفى. وآخر الفيديو هسيب لكم علاج السحر، واللي حابب يتواصل معنا في العلاجات الرقم أمامكم، وأكسروا من قراءة صورة الحق. نبدأ في الاستخارة الثانية، يلا أصحاب الاستخارة الثانية ويشرفنا تفعيل زر الدرس علشان يوصل لكم كل جديد، وادعموا الفيديو باللايك أحبابي في الله، وانزل في التعليقات صلي على الحبيب المصطفى. حرف الضاد والطاء والظاء والعين والغين والفه والقاف والكاف واللام والميم والنون والهاء والواو والياء، هاي اصحاب الاستخاره الثانيه.
نبدأ ببسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على الحبيب المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام. سورة المائدة، بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على الحبيب المصطفى. بسم الله، ومن الله إلى الله، ولا غالب يغلب أمر الله، اللهم لك الحمد حتى ترضى، لك الحمد إذا رضيت. بسم الله الرحمن الرحيم، صلوا على الحبيب المصطفى، صلينا على الحبيب المصطفى. بسم الله الكاشف. أصحاب هاي القراءة، شايف البعض بيعاني من خنقة أو حزن، شايف البعض قلبه موجوع، اتخذلتم من أشخاص مقربين، شايفكم هنا محتاجين شخص تتكلموا معاه أو يطبطب عليكم، شايف دواكم حاجات كتيرة، يعني الحاجات الكتيرة دي نفسكم تتكلموا فيه، مش لاقيين شخص الصح اللي ترموا حمولكم عليه. بس ديالك فرحة هتنسيكم الوجع اللي حصل، شايف انتم عشتم في الماضي يعني ايام صعبة ولغاية دلوقتي بتعانوا، شايف عند البعض، عندكم هنا البعض مشاكل، البعض سمع كلام وضايقه او سمع كلام مش كويس، شايف دواكم ناويين على التغير للأحسن، ناويين على التغير للأحسن، ربنا يحقق ليكم أمنية والأيام الداية حلوة، لأن أنتم صبرتوا كتير، صبرتم كتير. شايف هنا يعني عندك حالة ركود مسيطر عليك من فترة، وشايفك هنا وهتكمل معاك الفترة دي بسيطة، ومن بعديها هتبدأ الأمور تتحلحل معاك واحدة وراء الثانية. وشايف هنا بقول لك بتحول أو بتحاول تبعد عن أشخاص، الأشخاص دي المزعجة أو أشخاص اللي بتسبب ليك يعني في إرهاق نفسي. وشايف عندك هنا بقول لك شخص من العائلة هيكون في بينك كلام، والكلام هيقلب الخناقة، شايف شخص هنا بيلجأ ليك في مشكلة، الشخص ده بيلجأ ليك في مشكلة تخصه، ولكن انت بترفض مساعدته، لانك عارف ان هذا الشخص مش بيكبر لحد. شايف هنا بقول لك عندك الماديات الفترة دي فيها توتر، وانت مصاريفك اكتر من داخلك، يعني شايفك يعني داخل المصاريف بتدري، شايفك بتدري وراء الزمن، بس انت هنا شايف الزمن مش مدي ليك حقك. بقول لك هنا احذر من حبايب يقلبوا معاك باعداء، واحذر من اثنين بيتحدوا عليك بس ربنا بينصرك عليهم. وبقول لك ليك هنا ما تحاولش تقف ضد الحبيب، ولكن او تعاند معاه الفترة دي، لانها فترة مش هتكون في مصلحتكم، شايف في مصلحة حكومية بتخلصها، وفي مناسبة حلوة بتفرح بيها، يعني شايفك انا بتلم الحبايب، وشايف واحدة ست غيرتها عليك هتكون عاملة ليك مشاكل. شايف عندك هنا رب العالمين هيخردك من مرحلة تعب انت هتتعرض لها، ابعد عن الخوف واليأس وبص لحياتك واكل عيشك، لأكل عيشك، رب العالمين هيبعت ليك الرزق من مكان هيكون ديلك فيه رزق بإذن الله تعالى. شايفك هنا اللهم صل على الحبيب المصطفى، الهم والحزن اللي جواه قلبك مش بتعبر به لحد، وكأن جواك هموم كتير، شايفك هنا انت يعني ومحتاج من رب العالمين ان يزيح عنك، شايف في اشخاص انت بتقف معاهم في ازماتهم وهم دايما مكرين، في شخص هيجيلك لحد عندك علشان يعتذر منك بسبب غلطات كتيرة صدرت منه، ولما قعد بينه وما بين نفسه غلط نفسه. وشايف هنا واشخاص كتيرة يعني غلطتها او غلطت، فهل انت هنا هتقبل الاعتذار ام هترفض؟ هذه هي اشخاص كثيره غلطت، فهل انت هتقبل الاعتذار ام هترفض؟ شايف انسانه افعالها حمقاء معاق، وكان افعالها ازدادت يوم بعد يوم، شايفك هتبعد عنها وهترفض معها اي حديث،
مرة تانية. شايف انا بقول لك اطلب اطلب من رب العالمين الحاجة اللي انت عايزها، اطلب من رب العالمين الحاجة اللي انت عايزها، لان رب العالمين الوحيد اللي هيحقق امنياتك. وحاول تعزز علاقاتك مع الاشخاص الفترة اللي جاية. شايف ليك عندك مكانة حلوة هتوصل ليه في اي شيء، وعندك هنا نقل، شايفك عندك نقل هتفكر فيه عن قريب. عندك مشكلة، عندك مشكلة في عتبة البيت، وكأن المشكلة يعني بتكبرها، شايفك بتكبرها علشان تعزل اليمين من الشمال. هتسمع هنا على حد، يعني شايفك هنا وكأن شايفك هتدخل في تعب صحي، شايفك عم بتدفع فلوس على دكتور، شايف شخص انت اللي مكانه، يعني انت اللي مكانه جوا قلبك، ليه مكانه جوا قلبك. حاول تنزل مكانته من قلبك، لان هيد الوقت اللي هتكتشف او هتكتشف اللي يعني ينفعك واللي هتنفعه. هذا اللي مش تنفع كله مش هتنفع. احذر من تعابين حواليك، احذر من تعابين حواليك. الاولى واحدة ست، شايف واحدة ست بتحاول توقعك في غلطات، والتاني راجل عيونه زايغة وعايز يستغلكم. في شخص هنا او شخص بيجيلكم من مكان بعيد، بس بياخد معاه خير منكم وهو ماشي، بياخد خير منكم. شايف شخص يعني الشخص ده او بتقعد معاه بتنبسط بمعرفته جدا. عندك ورقة حكومية بتخلصها على خير. شايفك هنا بتمسك مبلغ مادي بتفرح بيه، هي راح تمسك المبلغ المادي بتفرح بيه. صلي على الحبيب المصطفى عليه افضل الصلاة والسلام. ادعم الفيديو باللايك احبابي في الله فضلا وليس امرا، فضلا وليس امرا، وشرفنا اشتراككم في القناة. بسم الله الكاشف. شايف هنا اشخاص بتحاول تهد من طموحك وتفشلك في حياتك، ودي يعني نتيجة عن الغيرة اللي حواليك. شايف هنا فنجانك او هنا، اللهم صل على الحبيب المصطفى، شايف هنا حدا في زي الفنجان، شايف فنجان قدامي بتشرب مع حد قهوة، قاعد مع حد بتتعاتبوا، شايفكم بتشربوا قهوة انتوا اتنين، ان شاء الله فيها صلح. شايفك هنا حاول ترتب امورك بشكل صح، وحاول كمان يعني تغير بعض تفكيرك اللي انت يعني التفكير اللي انت مستمر عليه من فترة طويلة. عندك شخص هيكسر بخاطرك وسبب كلامه المزعج، وعندك هنا اللهم صل على الحبيب شخص من عتبة العيلة هيكون مزعج ليك خلال الفترة القادمة. وشايف هنا انت تعبت او تعبت كتير ومريت بظروف كانت تعب وضغط بالنسبة ليك. هنا شايف شخص انت سامحته كتير او اكتر من مرة ومرة، وهتضطر تتنازل علشان تسامحه مرة كمان. احذر من الحب، جاب منكم احذر من الحب خلال الفترة دي، بمعنى ادق حاول تعرف فين اللي بيحبك وعايزك في حياته. شايف هنا هترزق، دايلك رزق، دايلك رزق بمبلغ مادي هتفرح بيه، وعندك هنا شخص قلبك هيكون واكلك من طريق التصرفات معاك. شايف هنا انه شايفك هنا بتنغلق الفترة دي، يعني دي على نفسك بتغلق او بتنغلق او بتغلق يعني على نفسك. شايفك هنا منتظر شخص يردع لك بطريقة ندم، وكأنه يعني مهم حاولت تصفي منه، لان شايف هنا انتقامك اقوى من قلبك. بس عندك الحب الكبير ليه، شايف هنا انسانة بتتجسس عليك في كل مكان،
وكأن هنا مش رايدة ليك أو مش رايدة ليك الخير. عندك أشخاص بيحسدوك على نعمة حواليك، عندك قرار هتاخذ فيه، يعني القرار ده هتاخذه في الشغل، وشايفك هنا وهتتواجه مع شخصين. بس خلي بالك في مواجهة بين شخصين، بس خلي بالك من المواجهة لأن هيكون فيها إحراج ليك، احذر. في عندك هنا مشكلة مع شخص، مع شخصين، هتنحل مع بعض، ما شايف هتنحل هنا مع شخص، وهتتخصم مع التاني، مع الشخص التاني. في عندك نقلة من مكان لمكان، وفي عندك هنا يعني خبر بحالة، يعني عندك خبر بحالة وفاة، بحالة وفاة. وفي عندك هنا تعب الفترة دي، عندك تعب في المعدة، عندك صداع، عندك تعب في العمود الفقري، عندك صداع مستمر، وأكتر حاجة الخنقة والضيق. عندك مس وسحر، عندك سحر تفريق، عندك سحر تفريق بسبب بالتعطيل وبالوقف والتفريق، عاملكم تعب، عاملكم وقف، مشاكل، مهيد عليكم الناس، مخلي انتوا بتحبوا الخير للناس لكن في ناس مش بتحب لكم الخير، وفي ناس ظلماكم، واقع عليكم ظلم كبير. انت عشافك هنا انت تعبت كتير، وللأسف يعني مش لاقي حتى تتكلم معاه او تفضفض معاه باللي جواك، مش لاقي حتى تتكلم معاه او تفضفض معاه اللي جواك. يعني شاف هنا شخص سابك او سابلك او سابك وانعزل عنك، ولكن مكانته لسه في قلبك. ابعد الفترة دي عن الكيال او الكيل والكال الكلام، لان سبب غيرة بعض الاشخاص حواليك هتوقعك في مشاكل وما كنتش متوقعه. شايف انسان عندها منك الغل والانتقام، احذر منه، لان تصرفاتها هتكشف عدوانياتها. يعني انت عايز تعرفها، لكن تصرفاتها هتخليك تعرفها وتكشف عدوانياتها. شايف القرار هنا هتاخذه او هتاخذ بعض يخص العمل، وعندك محكمة قريبة او قضية لكانت على البال ولا الخاطر، ولكن رب العالمين بينصرك فيه. شايفك هنا بتحقق حاجة انت عايزها، وانا شايف انك عندك تصليحات تخص عتبة البيت الفترة دي. شايف شخص هنا بيحكي معاك في موضوع، وانت دماغك هتكون بترتب في الموضوع التاني. انا شايفك هنا يعني اتظلمت كتير، ولكن من بعد الظلم نصر، وعندك الفترة اللي جاية عدة نصرات هتبسطك. خلاف هنا مع في خلاف مع حد من عتبة البيت، وفي موضوع انت هتتكلم فيه مع حد، وهتكون قاصد تكلم فيه عشان تعرفوا حقيقة الشخص. ولكن هنا بعد ما يسمع منك هيواجهك معاه، وهتتحط في موقف. خلي بالك رغم ان هنا شايفك يعني حابب تبين الحقيقة، بس بقول لك احذر من الاستغلال خلال الفترة دي، واحذر ان هنا عندك تنتبه. خلي بالك عايزك تنتبه على شغلك قد ما بتقدر، لانك ممكن تتعرض للخسارة في اي وقت. خلي بالك بقول لك عندك سفر قريب، سفر مفتوح معاك، السفر مفتوح معاك، وفي شخص هنا بيمضي لك على ورقة، في شخص بيمضي لك على ورقة بتسعى ليها من فترة كبيرة. شافك هنا مبلغ مالي هيدي لك من الدولة أو من الحكومة، أو من حكومة محكمة. شافك هنا هتتعرف على شخص هيكون كويس معك. شاف هنا في شغل عندك وعكة صحية، ما كنتش متوقعها دي، عندك وعكة صحية. شايف هنا رجع لك شخص من الماضي، الشخص ده رجع لك من الماضي، بس يعني قد ما حاول يبين كبرياءه عليك،
كد ما معزته كانت موجودة دواك، وشافك هنا بتتعرف على شخص الفترة دي. واحذر احذر، خلي بالك هنا انه شاف الفترة دي، لان في بينك مشكلة، في مشكلة هتحصل عندك، هتغير عندك في تغير عربية او شراء عربية، وفي عندك هنا شخص متزوج بتتعرف عليه قريب، شخص يعني عيونه هتكون زايغة على حاجات هيطلبها منك او يطلبها عنك بيطلبها. شاف عندك هنا الخير قادم، الخير قادم ليك بإذن الله تعالى، عندك خير كبير، خير كبير دايلك، بس ادعم الفيديو باللايك بإذن الله تعالى. شافك هنا، اللهم صل على الحبيب، انت محتاج عزلة الفترة دي لحالك علشان تقيم افكارك اتجاه الاشخاص والناس اللي حواليك. شايفك هنا انت تعبت كثير ومريت بظروف كانت اقوى منك، في عندك خيار باين هنا، في عندك فرصتين وهيكون يعني متردد ايهم تختار، ولكن هتتنازل على اختيار وهتوافق على اختيار. شايفك هنا ما تحاولش الفترة دي تدي ثقتك الزايدة عن اللزوم في أشخاص حواليك، لأنك عندك هنا الخزلان موجود، عندك الخزلان موجود من أشخاص كثيرة. عندك تغير وظيفة الفترة اللي جاية دي، ودي نتيجة أو نتيجة يعني زايدة المسؤوليات أو زيادة المسؤوليات عندك. علاقتك مع الحبيب هنا محتاجة وقت تفكير حتى تقيم علاقتك بي. شايفك هنا يعني بيدعوك للسلام النفسي والسلام الداخلي، حاول هنا تحرر نفسك من الاشخاص السلبية عليك خلال الفترة دي. شايف عندك شخص هيكون يعني وفي معاك مخلص ومخلص ليك. عندك مشكلة بتكبر بينك وما بين شخص، نفسيتك الفترة دي هتكون مش مظبوطة، عندك خروج من أزمات حواليك، من أزمات حواليك هتخرج. عندك مشكلتين مع شخصين مختلفين، وفي عندك عودة لشخص من الماضي، حد هنا يعني بيعرض عليك علاقة غير شرعية، بس ممكن بذكائك تخليها شرعية، بذكائك انت تخليها شرعية. اللهم صل على الحبيب. شاف في إنسانة حكويها عليك كثيرة في كل مكان، شاف هنا شخص هيسرق من قلبك أو من بقك اللقمة، لقمة يعني رزق داخلك من بعد يعني تعب، وفي عندك نقلة قريبة، شاف في سفر جاي لك بإذن الله، وشاف هنا وعندك يعني وعندك قاعد مع شخص مهم هتكون في صالحك، في صالح ليك انت. شايف هنا شخص هيدخل حياتك قريبا، ويحذر الفترة دي من مشكلة بينك وما بين يعني ناس حواليك، احذر عشان عايزة تورطك، ناس حسداك، ناس دي مش بتحب لك الخير، عايزة تورطك في اكبر مشكلة، عايزة تأذيك بأي طريقة. احذر من الناس اللي عايزة تستغلك، لان انت قلبك طيب، روحانياتك عالية، عندك روحانيات، انت كده كده روحانيتك بتحسسك مين الاشخاص الطيبة اللي بتحب لك الخير ومين الاشخاص المؤذية، فاحساسك بيكون في محله. شايفك هنا، اللهم صل على الحبيب المصطفى، يعني التقلبات المادية تعب نفسيتك شوية، وانا شايف هنا يعني عقلك شغال تفكير في كل شيء حواليك، أشخاص حواليك هنا دي يعني بتحرف عليك الكلام وكأنها بتزود على الكلام 20 كلمة، احذر منهم. شايفك هنا يعني محتاج ترتاح نفسيا وجسديا للفترة دي، ولو هنا شايفك يعني نفسيا انت بتحاول تظهر او تظهر بصورة يعني مع اشخاص بتتكلم، يعني الاشخاص دي بتتكلم في ظهرك كلام كتير،
شايف ان علاقتك مع حبيب او مع حد عزيز، مع حبيب الفترة دي على قد ما هتكون مستقرة على قد ما هتكون صامتة. احذر من مشكلة عائلية هتتحط فيه، هتجي لك. شايف هدي لك رسالة من شخص هيكون فيها عتاب ليك ولوم، وعندك شخص هنا كل ما حاولت تظهر نقطة أو تظهر نقطة ضعفك قدامه بيحاول يتعبك أكتر الفترة دي. شافك هنا الفترة دي هتفكر في الرياضة كتير. شاف شخص هنا في شغلك هيكون مركز معاك بطريقة هتضايقك وهتتعبك. وعندك هنا بعض يعني بعد فترة في تغير من عمل لعمل آخر. شاف عندك اتنين اوقات ورب العالمين بينصرك، بينصرك عليها شخصيا، هينصرك. شاف هنا حديثهم معك بيزعلك، وفي عندك مبلغ بيجي لك بتحافظ عليه عشان بتستخدمه في مصلحة. شاف شخص هنا، الشخص ده علاقتك بيه منقطعة او في فراق بينك وبينه، وانا شايف يعني ان علاقتك بتصلح خلال الفترة اللي جاية. بس انا شايفك هنا دايما علاقتك بيه هتكون غير مستقرة في حياتك. شايفينها يعني حد هيتعبك الفترة دي، فخلي بالك، احذر الفترة دي من اكلك برا، من اكلك برا، لانها تشتكي من بعد يعني من بعد اكلة برا برا البيت بوجع في المعدة، وهيستمر معاك الفترة دي. شايف هنا شخص هيعمل يعني هيعمل حوار عليك في التلفون او في التليفون عشان يخليك تعمل مشكلة مع حد تاني الفترة دي. احذر من العصبية. وعندك هنا موضوع محكمة او بنك او قرض بيخلص معك على خير. احذر من السواقة الفترة دي. شايف هنا في حد عندك سرقة، في حد عزيز عليك، في شخص داخل حياتك جديد، في عندك شخص هنا هيدعي عليك دعوة. احذر من دعواته، احذر من دعواته. شايف عندك تحسن في أمور المادية هتتحسن معاك، عندك تحسن كبير. شايفك ان انت يعني صبور، متحمل، متحمل غلطات الناس اللي حواليك، مع العلم انك بتقدم عطايات كثيرة. رب العالمين بينصرك على امور معقدة حواليك، وكأن شايفك هنا بتحاول الفترة دي تبعد عن غلطات ممكن تقع فيه. شايف في شخص، الشخص ده بيقعد معاك وحديثه مش بيخرج من ذهنك. شايف الفترة طويلة. شايف انا خلي يعني بقول لك خلي عندك حكمة. في اشخاص لانها تنخدع في مين حلو ومين وحش، في مين حلو ومين وحش. في شخص، الشخص ده ليه مكانة كبيرة في الدولة، هتحس يعني او هتحس من طريقته معاك بالراحة والسكينة، وبيحذرك يعني من النميمة حواليك. وزي ما هيكون في حواليك أشخاص عايزة تظهر فيك عيوب وبتضرب من تحت الحزام. وشايف هنا يعني رب العالمين بيحسن رزقك بطريقة حلوة، وعلاقتك مع الحبيب الفترة دي هتكون فيها كلام كتير. يعني شايف في زعل، في عندك شخص، شايف الشخص ده هينقدك، ومجرد انتقاد ليك هتبدأ تغير من نفسك. يعني عندك عملية يعني تجميلية. شايفك هنا هتفكر فيه يعني، وعندك يعني صداع الفترة دي، الفترة دي عندك صداع ملازمك او هيلازمك. عندك شخص هيكون مركز معاك من فترة للتانية، وكأنه شايف عندك يعني بلوك بينفك، في بلوك بينك وما بين شخص او ما بينك وبين شخص. شايف هنا امرأة حمقاء، المرأة دي، المرأة دي مش كويسة، هتنرفزك. يعني شايفك هتنرفزك بطريقة مباشرة. وعندك شخص هنا من بعد يعني الشخص ده من بعد ما قطعته بيجي لك منه مكالمة تليفون،
شايفك بيجي لك منه مكالمة تليفون، هتسمع على حد يعني او في مكالمة. عندك الطريق السفر مفتوح، طريق السفر مفتوح، والازمات المادية هي ملحقاك لكن الفرحة ديالك. شايفك يعني انت شايل مسؤوليات او عندك كتير المسؤوليات اللي بتزيد فوق كتافك يوم عن يوم. شايف عندك هنا يعني انت مستحيل الهموم، يعني شايف انك هنا برضو يعني مستحمل برضو هموم، مش يعني مش كد يعني مستحمل كتير. يعني شايفك هنا بتضرب او داخل في مشكلة، يعني بتضرب حد، في حد بتضربه او ما بينك ما بين مشكلة، بس احذر من الخدع. شايف هنا من اشخاص مقربة منك، وكأن الخدعة عبارة عن اتفاق وتغير الاتفاق بطريقة او بشكل تاني. في مشكلة يعني بتودي يعني مش المشكلة دي بتودي لبعد بينك وما بين شخص، بس في فترة البعد هتكون مدتها يعني بسيطة، والبلوك هينفك، البلوك هينفك. اللهم صل على سيدنا محمد. بس احذر من الحسد والعين. عندك يعني هنا في منكم زواج للبعض، شايف منكم زواج للبعض، والبعض الاخر هيدخل في قصة حب جديدة. عندك قصة حب جديدة هتدخل فيه. في عندك شخص، يعني الشخص دي سبب يعني معاناتك قدر بيك كما نقول. في حد تعبان عندك او مريض، اخ ليك او الوالده او والدك او قريب عزيز على قلبك عشان انت بتدعي له، عنده الشفاء باذن الله تعالى، عنده الشفاء. في هديه قيمه للبعض، في هديه ذهب او هديه قيمه للبعض، والبعض الاخر في موعد غرامي، في موعد غرامي فيما بينكم. في عندكم هنا المنفصلين ارى في فرحه، فرحه حلوه ليك من شخص ذو منصب. شايف عندك، وفي برضه للمنفصلين او المبتعدين في زواج، وفي منكم في رجوع، في بشرى وفرحة كبيرة واستقرار واطمئنان على شخص. عندك هنا تحقق امنية، الامنية دي غالية على قلبك. عندك التغير العتبي، تغير عتبي. وعندك تخليص او ورق، عندك تخليص اوراق. في زعل جواك او حزن راح ينزاح عنك، التعب اللي عندك من السحر هينزاح باذن الله تعالى عنك. صلي على الحبيب المصطفى عليه افضل الصلاه والسلام، اللهم بشرني بما انتظر منك وانت خير المبشرين كلها. احبابي في الله، خلصت الاستخاره لكم، اكثروا من قراءه سوره المائده، وخلصت الاستخاره لكم احبابي في الله. اتمنى من احبابنا في الله يدعموا الفيديو باللايك، وان كنتم لم تشتركوا في القناه يشرفنا اشتراككم في القناه، وفعلوا زر الجرس علشان يوصل لكم كل جديد. وعلاج السحر الذي قلت لكم باذن الله تعالى تاتي بمسك ابيض او مسك احمر، مسك ابيض او مسك احمر، وهتقرا عليه يوميا سوره ياسين 7 مرات، سورة ياسين 7 مرات، وهتدهن به الجسد كامل قبل النوم، قبل النوم تدهن به جسدك كامل، وتأتي بماء، بماء هتقرأ عليه فاتحة الكتاب الفاتحة 41 مرة، الماء، وتستحمى منه قبل أذان المغرب وتشرب منه لمقدار 15 يوم، وكل يوم هتقرأ برضه سورة ياسين 7 مرات على المسك، وتدهن به الجسد كامل، تدهن به الجسد كامل المسك كما قلنا. والماء هتشرب منه يوميا، وقبل أذان المغرب تستحمى من هذا الماء، تستحمى خارج الحمام وتلقي الماء خارج الحمام، تطبق هذا الطريقة يوميا لمدة 15 يوم رح ينزاح عنك هذا السحر بقدرة الله تعالى. واللي حابب معانا يتواصل الرقم